بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمناكم في أحسن حال. نواصل رحلتنا في عوالم البرمجة الإلهية. ما البرمجة الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى برمج الكون والأقدار والعلوم وحتى القرآن، برمج كل هذا مستعملا الأعداد الأولية. ما الأعداد الأولية؟ العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد. اثنان، عدد أولي رتبته واحد، هو أول الأعداد الأولية. ثلاثة، عدد أولي رتبته اثنان. خمسة، أولي رتبته ثلاثة. ستة وأربعة ليس أوليين. لماذا؟ لأن أربعة يقسم يقبل القسمة على اثنان، وستة يقبل القسمة على اثنان، وثلاثة. سبعة أولي رتبته أربعة إلى ما لا نهاية. إذن الله سبحانه وتعالى برمج كل شيء مستعملا الأعداد الأولية والأعداد المبينية. ما الأعداد المبينية؟ روحها، قلبها، العدد الأساسي هو العدد 114. هذا يدل ويشير مباشرة إلى الوحي، إلى التنزيل، إلى القرآن، وإلى التعريف العددي الرقمي لاسم الجلالة الله. 23 هو مدة سنوات الوحي. ندخل في صلب الموضوع. جاء رجل أو شاب أو إنسان أو شخص متخف وراء اسم يقول مجلة سوبرمان العدد الخامس يتكون من، ووضع بعض الأعداد وأراد أن يتهكم ويستهزئ. بسم الله، ندخل في موضوعه. قبل الدخول في صلب موضوعه، لقد قبلت التحدي. اختر نفسك، يا إما أنت الأسد أو هذا الذي قبل التحدي ففقد إحدى عينيه. فمن أنت يا ترى؟ أنت الأسد، أنت الأسد. أنا حمل وديع، ليس بمقدوري أن أكون أسدا. يمكن أن تكون هذا الرجل، لا تفهم الأمور فهما خاطئا. يمكن أن تكون هذا الرجل. قبل التحدي كنت أعمى بالكلية، وبعد التحدي صارت لك عين، فاحمد الله على عينك. يمكن أن تفهم المسألة بهذه الطريقة. أو تظن أنك الأسد، الأسد العنيد، هذا الأسد العنيد الذي ظن أنه قبل التحدي ولم يقبل شيئا، ظل متغطرسا معاندا متماديا في ضلاله وفي ظنه أنه التمثيل الأعلى للقوة، لمعنى القوة أو لمعنى التحدي. فاختر نفسك، أنا أختار لك هذا الرجل. كنت أعمى فصرت ترى بعين واحدة بعد هذا التحدي. أذكرك بهذا السؤال، من برمج كل شيء يمكن تحويله إلى أعداد؟ المبرمج الله. انظر معي في الترتيب الهجائي، الألف رقمه واحد. ها هو الترتيب الهجائي، كل الناس يعرفونه وكل الأطفال يعرفونه منذ مئات السنين. إذن في ترتيب الفواتح، الألف، انظر معي، الفواتح في القرآن توجد 29 سورة تبدأ بالصيغ الفواتح. الله سبحانه وتعالى استعمل في الصيغ الفواتح 14 حرفا وترك 14 حرفا، توازن تام. استعمل 14 حرفا وترك 14 حرفا.
نحصي الحروف المستعملة في صيغ الفواتح فنجد أن الألف تكرر 13 مرة، اللام 13 مرة، الهاء مرتين. المجموع عدد أولي، المجموع الثاني عدد أولي، والمجموع النهائي القرآن الوحي التنزيل عدد صور القرآن، وهو التعريف العددي الرقمي لاسم الجلالة الله. هذه وحدها تكفي لتنير قلبك بمئات الملايير من العيون المنتبهة، لتنير روحك، ولكن إنه العناد. اسمع الآن، لم يدر الملحد أن أعداده التي تحداني بها مبرمجة برمجة إلهية في غاية الروعة، في غاية الجمال، في غاية البهاء، في غاية العظمة. يشرفني أن أكون مع بنيتي، أن تحضر هذه الدردشة بنيتي سلامة، عمرها 10 سنوات. هل فهمت إلى الآن يا سلامة؟ مرحبا بك. هذه الإصدارات كلها من باب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله تحداك بالأعداد الأولية، يا أيها الملحد فأصغي بروحك وقبلك وقلبك قبل أذنيك. انظر، تحداني صديق الملحد بأعداد لم يدر أنها مبرمجة برمجة إلهية عددية قبل خلق السماوات والأرض. جاء وفقد وجن جنونه هو وبعض أصدقائه الملاحدة، فأتوا وأتى معهم متحديا متهكما بهذا الكلام. مجلة سوبرمان العدد الخامس يتكون من العدد، نعم، صفحة العدد، الصفحة الثانية العدد، والباقي العدد، وهذا العدد. إذن هذا العدد 12، هذا العدد 31، هذا العدد 28، هذا العدد 30، هذا العدد 31. قلت لك شيئا لم يقله بشر من قبل، وهذا تكليف وتشريف ولله الحمد والمنة. قلت لك أن أي شيء حول إلى أعداد فهو مبرمج برمجة إلهية لا نهائية. ها هي أعدادك، ليست أعدادي هذه، هذه أعدادك أردت أن تتحداني بها. ها هي أعدادك، العدد الأول والعدد الثاني والعدد الثالث والعدد الرابع والعدد الخامس. ها هي أعدادك 12. نبدأ من اليمين إلى الشمال، 31، 28، 30، 31. الآن انظر الجمال وقل لي بالله عليك كيف يمكن أن يحدث هذا. انظر، 31، إذن في القلب 28، قسم المجموعة إلى مجموعتين متساويتين فيها عددين، المجموعة الأولى فيها عددين والمجموعة الثانية فيها عددين. إذن 31 زائد 30، نبدأ من هنا، 31 زائد 12 يساوي 43، 31 زائد 30 يساوي 61. أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا. قلنا أن هذه البرمجة تعتمد اعتمادا كليا على الأعداد الأولية التي تحدانا الله بها، لأنها أعقد ما في العلم وأعقد ما في العلوم، ويعتمد عليها الرياضيات، وتعتمد عليها علوم كثيرة، ويعتمد عليها الاقتصاد العالمي، وتعتمد عليها البنوك في جميع معاملاتها وفي جميع الصفقات المالية على الأنترنت وغير الأنترنت. كل الصفقات مشفرة، تشفيرها معتمد على الأعداد الأولية. إذن 31 زائد 30 يساوي 61. أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته 18. 61 ناقص 18 يساوي 43. الآن انظر الجمال، انظر المفاجأة يا سلامة، 43 زائد 28 زائد 43 يساوي 114. تبسمت سلامة ابتسامة ولا أروع، ما شاء الله ما شاء الله، هذا الذكاء، هذه الفطرة، هذا النقاء، لم تري شيئا بعد يا بنيتي. الآن انظر، أحاط الله بأعدادك إحاطة تامة تعتمد على الأعداد الأولية. الآن انظر الجمال، 43 تكرر العدد، انظر 43 الآن زائد 28 يساوي 71.
أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته 20. 71 زائد 20 يساوي 91. 114 ناقص 91 يساوي 23. قهقهة سلامته. 114 الوحي، التعريف العددي لاسم الجلالة القرآن وسنوات الوحي. انظر معي الآن الجمال والبهاء، انظر معي هذا العدد 3 و4، انظر إليه، انظر إلى عدد 3 و4، انظر إلى جماله. هذا العدد أولي رتبته 14. 43 أولي رتبته 14. 14 زائد 14 يساوي 28، يساوي هذا العدد. الآن انظر، 43 زائد 43 زائد 28 مرة أخرى 114. الله أكبر. أرأيت كل هذا مقصود؟ هناك تعمد. إذن يا أيها الملحد الظالم لنفسه، يا أيها الملحد الذي قتل روحه، الذي ذبح قلبه، الذي نكس فطرته وانتكست فطرته، حتى الشيطان لم يتجرأ على ما فعلته يا أيها الملحد. الشيطان يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين لا عبادك منهم المخلصين. الشيطان يؤمن بوجود الله، وأنت يا أيها الملحد قلت للشيطان اذهب والعب بعيدا، فأنت لا تعرف شيئا. أيها الشيطان، أنا الملحد لا أؤمن بوجود الله، والشيطان آمن بوجود الله. والله ملاح الملاحدة عجب، والله عجب. الآن انظر معي، تطبيق الدالة الرياضية سينوس إكس على أعداد الملحد، هل تحيط البرمجة الإلهية العددية؟ الله أكبر. الجواب الله أكبر. انظر ما معنى الدالة الرياضية. الدالة الرياضية هي مصنع تعطيها عددا فتعطيك عددا آخر، تطبق عليه بعض التغييرات وترجع إليك عددا آخر. إذن هذا العدد سينوس، هذا العدد هو هذا العدد، سينوس 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 هذا العدد هو هذا العدد. الآن تحدي، أنا أتحداك يا أيها الأسد الضرغام الهزبر الهشام، يا أيها الأسد القوي، أنا أتحداك الآن، ضع أي دالة أو أي مجموعة دوال وطبقها على أعدادك، أقسم لك بالله الذي لا إله غيره ستحاط في لحظة بهذا العدد وبالعدد 23. طبق أي دالة. أنا اخترت السينوس لأن منذ أيام أنا أطبق السينوس على التحديات. انظر دالة السينوس. الآن ماذا أفعل هنا؟ هذا عدد غريب، فيه فاصلة، فيه أرقام بعد الفاصلة. ماذا أفعل هنا؟ أجمع الأرقام، يعني 0 زائد 4 زائد 0 زائد 4 زائد 3. أجمع الأرقام، أجمع الأرقام، أجمع الأرقام، أجمع الأرقام. هذا العدد كهذا العدد يقسم المجموعة إلى مجموعتين متساويتين. الآن انظر معي، الآن لنا عندنا الآن أعدادك ومجموع أرقام سينوسها، أعدادك ومجموع أرقام الدالة الرياضية سينوس المطبقة عليها. الآن انظر، 31 زائد 30 زائد 52 زائد 68 يساوي هذا العدد، 28 زائد 79 يساوي هذا العدد، 31 زائد 12 زائد 52 زائد 58 يساوي هذا العدد. الآن انظر العجب العجاب وقل الله أكبر. انظر المجموع هذا العدد، أطبق المبين أي أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي، باقي القسمة، باقي القسمة. ما معنى باقي القسمة؟ لو قسمت 116 على 114 باقي القسمة 2، أتعلمناها في المدرسة في أيام الطفولة. لو قسمت العدد 25 على 23 باقي القسمة 2، لو قسمت العدد 46 على 23 لا يوجد باقي قسمة، 2 ضرب 23 يساوي 46. إذن هذا باقي القسمة وهذا باقي القسمة. الآن انظر معي، باقي القسمة أولي رتبته 19 و19 أولي رتبته 8، المجموع 114. الآن انظر معي، هذا مجموع 28 زائد 79 أولي رتبته 28، وهنا المجموع 153. انظر 107
زائد 153 يساوي 260. أطبق المبين، أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي، باقي القسمة باقي القسمة. هذا أمره الله سبحانه وتعالى رغم قلة الأعداد الأولية أن يكون أوليا رتبته 4. لا ننظر معي، 32 زائد 7 زائد 4 يساوي 43. أتذكر هذا العدد؟ أتذكر هذا العدد؟ أتذكره يا فلان؟ أتذكره يا فلان؟ يا صديق الملحد، لا ننظر إلى هذا العدد ماذا سيفعل، وانظر إلى العجب العجاب. هذا العدد أولي وليس أي عدد أولي، هذا رتبته 28، هي التي قسمت المجموعة إلى مجموعتين. انظر، رتبة العدد الأولي الناتج عن هذا العدد وتطبيق السينوس عليه هو عدد أولي رتبته 28. انظر الآن، 28 زائد 43 كما حدث في البداية يساوي 71. 71 أولي رتبته 20. 71 زائد 20 يساوي 91. انظر معي، 114 ناقص 91 يساوي 23. الوحي، سنوات الوحي. الآن إذا كنت واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، وإن كنت مريضا بالقلب فابتعد، لأن يمكن أن تموت بالذبحة الصدرية. انظر معي، يمكنك أن تسألني: يا مصطفى يا مصطفى، بدأت أهتم لما تقول، بدأت أفهم أن هذا علم غريب غريب عجيب. جمعت العددين، لماذا لم تجمع العددين مع رتبة هذا العدد؟ اسمع، ما في مشكلة، 107 انظر هذا العدد زائد رتبته زائد 28 زائد 153 153 يساوي هذا العدد. أطبق المبين، أقسم على الوحي وعلى سنوات الوحي، باقي القسمة باقي القسمة. 60 زائد 12 يساوي 72. الآن انظر معي، هذا العدد عما يبحث؟ هذا العدد، هذا العدد يبحث عن العدد 42. أين هو العدد 42؟ هذا العدد الذي أوصلك إلى 114 أمره الله أن يكون أوليا وليس أي عدد أولي، فرتبته 72، و72 زائد 42 تبسمت سلامة، تبسمت سلامة. 72 زائد 42 يساوي 114. انظروا العجب العجاب، فهمت يا سلام؟ رأيت أن هناك تعمد، أن هناك إرادة، أن هناك قصد، أن هناك من برمج الأعداد. هو كتب هذه الأعداد قدرا، هو كتب هذه الأعداد قدرا، والقدر برمجه الله، أي قبل خلق السماوات والأرض برمج الله سبحانه وتعالى ما كتبه. الآن انظروا معي، قلنا 72 زائد 42 يساوي 114. لم يختر لك الله هذين العددين اعتباطا أو هباء أو سدى. انظر معي، 72 ناقص 42، هنا جمعنا والآن سنطرح، 72 ناقص 42 يساوي 30. 30 هذا عدد مبيني وهو رتبة العدد الأولي 113. انظر معي الأعداد، 113 رتبته 30 العدد المبيني. الآن 113 ناقص رتبته يساوي 83، و83 أولي رتبته 23. الوحي، سنوات الوحي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قبلت التحدي، فأتمنى أن تواصل التحدي وأن تقبل التحدي وأن تعود إلى الله وأن لا تتمادى في غيك وفي ضلالك وفي إضلالك. تب إلى الله، كل هذا الجهاد وكل هذا الوقت وكل هذه الساعات، آلاف الساعات وعشرات الآلاف من الساعات أخصصها لك، والله لأني أحب لك الخير، والله لأني أحب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو أعظم وأجمل ما يمكن أن يتوصل إليه إنسان بروحه وبقلبه وبعقله، لا إله إلا الله. إخوتي المسلمون والمسلمات، إخوتي أخواتي، انشروا أبحاث المبين، أبحاث البرمجة الإلهية في أوساط الملاحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.